صغير وكبير قد دوقتي أربعة سرع سريع حوار خفيف مواضيع تخفيف ما هو أصله ضيف ولطيف صغير وكبير قد دوقتي أربعة سرع سريع الموضة اللي مطعمنا أكله خفيف ثقافة وحضارة مواهب جبر أربعة شارع شيرين مزيكا وفنون الموضة اللي مطعمنا أكله خفيف ثقافة وحضارة مواهب جبر أربعة شارع شيرين أربعة شارع شيرين كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم ورمضان طبعا مع منى الترابيشي ليه شكل ولون اخر تماما اول ما دخلت فين الفرقه كل سنه وانتم طيبه انت طيب اهلا وسهلا بيكي اهلا بيكي ده رمضان رقم كام معايا لا ما تعدش الله اكبر لا بلاش والنبي العادي لا بلاش بقى هيعدوا علينا انت كويسه الحمد لله يا رب دايما سفره النهارده حلوه وشهيه في نفس الوقت زي ما اتفقنا مع كل مشاهدينا كل اكلاتنا هتكون اقتصاديه ما عندناش الولايم والحاجات الكتيره دي علشان نحافظ على بطننا ومعدتنا ونحافظ على ايه جبنه صح كده طيب هشاور تقولي لي دي كوسه بالزبادي واللحمه المفرومه حلوه حلاوه هي حلوه اصلا بموت الكوسه صراحه وعاملين جنبها طب جربوها كده عاملين جنبها احلى حاجه بحبها دي تبوله العدس تبوله العدس ابو جبه ابو جبه بدل البرغل بدل البرغل تغيير طبعا وده ايه ودي البسبوسه بتاعتي مش اي بسبوسه لا طبعا لا 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 نو 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 الا بسبوسه مرمي الا بسبوسه مرمي طب عايزه تبتدي هنبتدي بالكوسه يلا الكوسه يا اولاد اتفضل كوسه باللحمه المفروم والزبادي كيلو كوسه متوسطه الحجم لحم مفروم معصج نعناع ناشف زيت بصلصة الزبادي خمسة عبوة زبادي معلقة كبيرة نشا معلقة صغيرة ثوم معلقة صغيرة نعناع ناشف مرقة ملح وفلفل للتقلية نص راس ثوم مفروم حزمة كزبرة خضراء مفرومة وسمنة أو زيت اوكي بس كده هاخد زيت لا في سمنة بس كده استني بس انا عايز اوري الناس حاجة اتفضل عشان نفهمهم احنا هتلاقوا كتير قوي الاكلات احنا عاملينها بالزبادي وشهر رمضان الناس بتحب تاكل زبادي فبصوا النهارده منامينو عملت الزبادي وكل شيفاتنا بيعملوا الزبادي في مكنه زبادي دي تورمي. جميله بصوا بقى دلوقتي ايه اللي بيحصل هحكي لهم انا ممكن طبعا دي مكنه زبادي تورنيدو زي ما انتم شايفين 1 2 3 4 5 6 7 بتعمل عدد 7 زبديات كل اللي هنعمله هنجيب كيلو لبن وزبديايه واحده وهنحط على كيلو لبن معلقه زبادي وهنحطها هنا اهو هبتدي نفرخهم هنا اهو وهنحط الكبس بتاع المكنه اهو وهنسيبها 7 ساعات هي عملت ونورت خلاص وهنقفل كده عليها هنسيبها 7 ساعات هتطلع احلى زبادي هتدعوا لي زبادي حلو قوي بدل ما نقعد نشتري كده هنوفر وهنعمل الزبادي بتاعنا بمكنه تورنيدو نعمل لينا ونعمل الجيران وللحبايب كله بشكرك يا منامينو ممكن نكمل معاكي اتفضل نكمل اول حاجه هعملها يا جماعه هجيب الكوسه اللي هي متوسطه الحجم ومش هقورها هعملها كده بس يا دوبك تقشيره مفيش تقليما خلاص كده 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 وبعدين هقورها يا دوبك هشيل القلب مش هقعد اكحت فيها لان الكوسه نفسها بتتاكل بالقلب وبتتاكل يعني مغازي والقلب ده بيتاخد بيتعمل سلطه كمان زي ما انت عارف وبيتعمل باللحمه فبتبقى بالمنظر وريها للناس بتبقى تحت بالمنظر ده اهي خلاص يا دوبك هشيل القلب اعمل واحده ثانيه لو سمحت اوكي حطها هنا ناخد واحدة تانية
نعمل برضو نفس الطريقة. بتشرشرها. بشرشرها. هي دي بتدي شكل مش أكتر. بتدي شكل وما بتشيلش الجلد. أصل هي الكوسة ما فيهاش قشرة. أنت عارفة بقى الكوسة أنا بحب الخضار يقعد في التلاجة يومين ثلاثة. الكوسة مطبوخ يعني؟ آخر في الكوسة ثلاث أيام. بحس إنها بتبوظ مش عارف ليه. هي لأنها مية مية. ممكن ليه بقى يا شريف؟ كويس انك قلت كده عشان نقول للناس، لان هي فيها ميه اصلا فبتنزل ميتها. حتى ما تعملي محشي كوسه ما بحطوش مع المحشي التاني، بحط لوحده بسرعه. اوكي خلاص ادي كده الكوسه. خلاص قورنا الكوسه. حاجه اجيب اللحم المفروم المعصج وهحط عليه معلقه ايه؟ نعناع ناشف. انا حطيته قبل التصوير. اوكي نحشي بقى. هنحشي الكوسة وبعد ما احشيها هشوحها في الزيت زي كده. زي كده. ممكن نحمرها لو في وقت نوري بس الناس. عندنا وقت لكل حاجة. عايزة طيب. ايه؟ عاوزة بقى الطاسة وتحط لي فيها. طاسة دي؟ لا طاسة كبيرة تانية. وتحط لي فيها شوية زيت ونسخنها. يا سلام. الاكلة دي يا جماعة يكون افضل انها تتعمل بالزيت طبعا. في عندنا زيوت حلوه كتير نظيفه وحلوه تتعمل بالزيت، لان هي بتتاكل دافيه او بارده حسب، لان فيها زبادي انا بحبها دافيه. اوكي هنحط شويه زيت صغيرين وهنشوح الكوسه فيها. اوكي وبعدين هتبقى ونحطها في صينيه. انا هشيل ده خلاص يا شريف وكفايه دول نحمره ومن بعيد. نحمر دول. هغسل ايدي كده. ما حدش بقى يقولي ما بنحبش الكوسه. لا 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 أوي. دي رائعه والله بجد يعني. وبعدين نص اللي ما بيحبوش الكوسه عمرهم ما دقوا كوسه اصلا. ده يقع بس. طيب كده هنحط بقى الكوسه في الطاسه بتاعه الزيت اللي انت عملتيها دي ونقلبها تقريبا دقيقتين. ايوه اهو ادي الكوسه بتاعتي. مش انت كنت عايزه حاجات فاتحه؟ جبنا لك حاجات. برافو يا شريف. ليه شكلها حلو؟ مش عندك كاميرتين يا جوهر دلوقتي يا حاج. وبعدين بعد ما احمرها بالمنظر ده بحطها في صينيه واحط عليها شويه مرقه وتاخد غلوتين وتبقى كده تمام. يعني دلوقتي احنا هنحمرها. حطي بقى المرقه. هحط هنا بقى المرقه على لان دي متحمره. ماشي. وهتبقى بالمنظر ده كده. وفي الاثناء دي هعمل صلصه الزبادي. صلصه الزبادي كده صح؟ كده ماشيه كويس؟ انتي مش بطاله. انا كده تمام. صلصه الزبادي عباره عن 5 عبوات زبادي، معلقه كبيره نشا. والزبادي احنا اللي عاملينه بمكنه التورنيدو زي ما قلنا. ايوه تمام. هقلب كويس قوي وهحط كمان ثوم. ثوم وملح وفلفل. بس ما تزودوش الثوم قوي في رمضان طبعا. وملح ومتعطشوش. وملح وفلفل وهحطها. ادي ملح. ايوه وادي فلفل. ادي فلفل وهحطها في حل على النار مع شويه مرقه صغنطتين اهم. وهقلب. وفي هذه الأثناء على ما تتقلب وتمسك شوية بسبب النشا هعمل التقلية. اوكي حطينا طاسة على النار. حطينا سمنة. دي السمنة. حطينا التقلية. التقلية عبارة عن ايه بقى؟ عبارة عن كزبرة خضراء وثوم. كزبرة خضراء وثوم. دي يدوبك هتقوم تغلي وهقفل عليها. اللي تغلي بقى اللي هي صلصه الزبادي اللي هي 5 عبوات زبادي، معلقه كبيره نشا، ملح وفلفل، سنه ثوم، ولو عندكم نعناع ناشف تحطوا معلقه صغيره. يبقى قورت الكوسه ما قشرتهاش، حشيتها لحم مفروض معصر، رصيتها في صينيه على النار، حطيت شقشق ميه تغلي غلوتين. نرصها. عملت هنرصها بقى في طبق ازاز او طاجن او صينيه اي حاجه موجوده عندك.
لا تقلقي. لا هو احنا نقدر نقلق طول ما انت موجوده يا حبيبتي. لا تقلقوا. بس ايه رايك في الطريقه اللي انا غرفت لك بيها الكوسه النهارده؟ بصراحه انا كنت قلقانه في الاول. اه. لكن عجبتني. أيوه. اه. ما اقدرش اقول غير كده. لو يعني اعترفت يعني. اعترف. بفهم يعني. بتفهم طبعا. اه طب الحمد لله. بس انا في سفرتي هقدمها في الطاجن اللي انا عاملاه. معلش يبقى احنا تلفزيون ومناظر وكده. ماشي. المايه اللي هنا دي احطها عليها؟ ايه دي؟ اللي جوه دي احطها عليها؟ اه ليه لا واي نوت؟ انا شايف كده برضه اهي. انا احب الحاجات دي عشان بيبقى فيها الجوز. ايوه. هنحط بقى بعد ما تغلي صلصه الزبادي على الكوسه يا شريف. ايوه. ممكن تحطها. احط الزبادي ده عليها؟ ايوه. والله؟ اه. ممكن. استخدت لك البوتاجاز كالعاده. عادي عادي. ما اقدرش بصماتي. الناحيه الثانيه. حاضر. املاها؟ ايوه. انف. واروح عامله ايه بقى؟ حاطه التقليه عليها. تخيلوا بقى الطعم وانتوا كلكم صايمين. بتحنس الناس. بس. طبعا طبعا ايام العز لما الحاجة كانت رخيصة كنا بنحط عليها ايه؟ مكسرات. ما ممكن تحطي سوداني. السوداني اصلا مغلي. لا انا بقى هزوقها بقى بايه؟ بكزبرة خضر. ايه رأيك؟ اه. خلص؟ اه. انا موافق. انا عايز اقول حاجة للناس بقى اللي شفنا بقى قبل رمضان الناس نازلة تشتري. اكيد بقى ايه الايه؟ مش عارف ايه اللي هيحصل. في مجاعة جاية مثلا. طيب ليه وما دام الحاجات متوفرة طول السنة؟ ما انتوا كده بتخلوا التجار يغلوا، ما بيلاقوكوا نازلين دف. شفت المنظر؟ نو كومنت، لا تعلي. شفت حاجات كتير. ليه نشتري بالكيلوات سكر وبالكيلوات دقيق وبالكيلوات؟ ما نجيب على قد اسبوع، على قد ثلاث ايام، ونبقى ننزل نجيب تاني. الحاجات مش هتخلص والله العظيم ما هتخلص. هي هتغلى بسببكم، عشان انتوا بتنزلوا تهجموا على الاسواق، فالتجار بيروحوا رايحين السعر، لكن ما ننزل نجيب الحاجه حبه حبه. حبه حبه. وبتخزنوا فين في مطابخكم؟ بيخزنوا حاجات فين في المطابخ؟ مش انا ما عنديش مكان. ما يعني انا لا انا بشوف الناس جايبه العربيات وتلاقي الست ماشيه وجوزها وراها بعربيه ثانيه وكل واحد من العيال وحاجات مش طبيعي اللي بيحصل ده. عايزه خلاص هي مش هتخش فرن ولا حاجه هي تتقدم والله كده. اه مع رز ابيض بالشعريه. يلا مقادير التبوله بالعتب وجبه. يلا تبولة العدس أبو جبة. كوبايتين عدس بجبة مسلوق، حزمتين بقدونس، اتنين بصلة مكعبات، اتنين طماطم مكعبات، اتنين خيار مكعبات، أوراق نعناع أخضر، ربع كوباية عصير ليمون، نص كوباية زيت، معلقة صغيرة ثوم مفروم، معلقة كبيرة دبس رمان، وأكيد الملح والفلفل. أوكي. انا عاوزه البوله اللي انت خدتها. والله هتبقى التبوله انا اسف عشان هنعمل فيها ال وانا هغرفها لك بطريقه مبتكره. اوكي يلا جاهزه؟ جاهزه. يلا ادي مقاديرنا اهي. التبوله من الحاجات اللي انا بحبها جدا. طيب العدس سلقناه تقريبا بياخد تلت ساعه وهحط التبوله التكة اللي فيها البقدونس الكتير والليمون والنعناع دي التكة. هنحط انا حطيت البقدونس حطيت النعناع الاخضر حطيت الخيار وكله يتقطع قد بعض صغنطوط صغنطوط كتاكيتي كتاكيتي. اه وادي الطماطم. انت كنت عايزه بولة اكبر من دي على فكره. ما هظبط لك الدنيا ان شاء الله. ثانية واحدة بقى مش كله هيتقلب؟ كله هيتقلب. شتقي براحتك بس. اوكي. بعدين؟ وبعدين البصل اتقطع صغير كتاكيتي برضو. وعصير الليمون عاوزة تقريبا ربع كوباية عصير ليمون. دبس الرمان. لا يغني يعني فظيع في الاكله دي. نخش بقى على ايه؟ العدس. العدس وعاوزه زيت يا زيتون؟ طبعا. يعني انت بتستخدميه كتير.
بس حط لي بقى كده وخليك ساخي. لا كمان هي بتحب الزيت الزيتون والليمون اهو. بعدين طبعا دي يا جماعه لو اتعملت الصبح اول ما تصحي وتخشي مطبخك وعلى الفطار بتبقى مية مية. السلطات من الحاجات اللي تتعمل قبل الفطار بفترة كبيرة. دي اعرفها لك كده. اتفضل. وبنزوقها بقى بالطماطم. لا هي هتحط بس كده. احكي لنا كده انت عملتي ايه النهارده لغاية دلوقتي؟ لغاية دلوقتي انا عملت كوسة محشية باللحمة المفرومة وبصلصة الزبادي وعملت تبولة العدس بجبن. اهو. ايه رأيك؟ تحفة. حلو الطبق ده اصلا عجبني انا. انا عارف. انت عارفاني احب الطبق الحركات. لسه جايبينهولي فورا. حلو؟ حلو. طيب. ناخد فاصل ونرجع بعد الفاصل نعمل ايه؟ بسبوسة منى. بسبوسة منى مين؟ وبعد الفاصل يلا بينا. سلام. وطبعا السفره مش هتحلو كده غير وجود حته بسبوسه حلوه. والبسبوسه ننزل نشتريها من بره ليه؟ احنا نعملها في البيت هتوفر هنبقى مبسوطين كده. لا وخفيفه. وخفيفه جدا. انت كل اكلاتك حلوه وخفيفه. شكرا يا انت شخصيه حلوه كده وخفيفه. شكرا شكرا. اقول بقى وي لاف يو. يلا اتفضلي. بسبوسه بالسوداني، كوبايه ونص دقيق سميد، كوبايه سكر، كوبايه زبادي، ربع كوبايه سمنه، ربع معلقة صغيرة بيكنج سودا، نص كوباية جوز هند، وشربات كوبايتين سكر، كوبايتين مية، فانيليا، عصير ليمونة، سوداني محمص للتزيين. أو تكون سادة زي ما انت. أنا بحبها سادة. ولو في حتة قشطة مطلع من على اللبن، يعني لبن غلينه ومطلع علينا قشطة. أحلى قشطة يا شريف. البسبوسة دي سهلة وخفيفة. كله على بعض، السكر، الدقيق السمين، يلا جوز الهند، يلا البيكنج سودا. ومهمة البيكنج سودا، واوعي تكتري عن ربع معلقة. ليه؟ هتمرر وهتنفش وهتبوظ منك بالبسبوسة. الزبادي او الزبادي نفس الكوبايه اللي بتعايري بيها مقاديرك. وعاملينه بمكان التورنيل. بمكان التورنيل زي ما اتفقنا. 7 ساعات صح؟ عشان ما لخبطش. السمنه ربع كوبايه بس خلاص خلصت. هفضل اقلب لحد ما المكونات تختلط ببعض قوي قوي وتبيض. في ناس بقى بتقول ايه؟ لا البسبوسه ما تتعجنش، ما ينفعش. لا تنفع. ليه ما تتعجنش؟ الناس بتقول لا، ما يعني ما نقلبهاش كتير. ليه؟ لا دي الدقيق ده غير الدقيق العادي، يقول لك بتطلع الجلوتين. دي مش كيكه يا جماعه. هو الدقيق ده فيه ايه؟ ده دقيق سميد. اوكي يلا نقلبه بقى. هقلبها خلاص يا شريف. مش كده ولا عايز اكتر؟ لا هي ممكن تتعجن اكتر. ماشي ممكن تتبس كمان. هي لو بايدي بقى انا كنت اشتغلت لك تمام. ما تشتغلي بايدك حد قالك لا. بس خلاص كده انا بس يعني المهم هنفضل ندعك فيها ونقلب لحد ما تبيض. هي بيضت اهي. مش يلا هات ادلقها لك عشان دي. يلا ادلقها لي بقى يا شريف. اشيل دي. لا ما تصغرش الدول. لا ما تخافش. اهي انا وضبها بقى. هنسويها طبعا كويس قوي. بصوا بقى وانا بعمل كده خدوا بالكم اللي بقوله. وهي خارجه من الفرن قبل ما تخرج بخمس دقايق هكون حاطه الشربات على النار يغلي، وهي خارجه من الفرن سخنه قوي قوي والشربات بيغلي قوي قوي هسقي البسبوسه. شرباتها ايه؟
شربتها كوبايتين سكر، كوبايتين ميه، عصير نص خفيف يعني خفيف، عصير نص ليمونه، وغلوه 5 دقائق. هعمل ايه بقى؟ هحط دي كده زي ما انتوا عايزين بس باي طريقه بقى. وايه والفرن بتاعها تقعد قد ايه فيه ودرجه حرارته؟ بتقعد تقريبا 35 دقيقه على فرن 180. اوكي شكرا من امين. واحكي لنا سفرتك كان فيها ايه النهارده؟ سفرتي كان فيها كوسه بالزبادي واللحمه المفرومه، وسلطه تبوله العدس بجبه، ايوه، والبسبوسه. شكرا من امين، اشكرك. عفوا. كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم، نكون معاكم بكره في نفس ميعادنا. شكرا لكم، باي باي. باي باي.